السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دارين كروشيه. هنبدأ نعمل مع بعض الدبة بخيط القطيفة وإبرة رقم 4. يا رب تعجبكم ويكون الشغل سهل ولذيذ. يلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة نعمل الرجلين اللي فوق دي أول رجل. هنستخدم إبرة رقم 4. يا رب تمام. وخيط القطيفة، وهيكون معايا علامة غرز سواء بقى قطعة خيط او ستيتش ماركر. هعمل ايه؟ هلف الخيط على ايدي، هعمل عقدة البداية. وفي الخيط القطيفة الاحسن نشتغل سلسلتين بدل الدايرة السحرية. هرتفع 2 سلسلة، ولان الخيط القطيفة الغرزة بتضيع فيه شوية كده بتبقى نشتغل بالبركة. فنحط ايه من اول دور علامة الغرز او الخيط، واشتغل 6 حشو في دايرة سحرية. 1 2، ما تشديش ايدك وانتي ماسكة الخيط ده قوي عشان يعرف يشتغل معاكي كده بسهولة. 3 4 5، وانا بشتغل بدري الخيط البداية ده معايا شوية عشان ما يتشدش بسهولة يتفتح الشغل كده. 5، وبعد كده الغرزة رقم 6. دلوقتي هشتغل دور تزايد، 6 تزايد. ده 1، وفي نفس الغرزة اعمل تاني حشو، يبقى كده 2. الغرزة اللي بعدها 2 حشو، 3 4، نفس الغرزة. الدور الثالث عبارة عن 1 حشو تزايد، ونكرر 6 مرات، وهيكون عندنا 18 غرزة في نهاية السطر. ومهم جدا جدا واحنا شغالين نعد الغرز. انا دلوقتي عملت 1 حشو تزايد، هذا اول مرة. تاني مرة هذا 1 حشو تزايد، يعني كده عندي كام غرزة؟ 6 غرز. الغرزة الجاية حشو، كده عندي 18 غرزة. هبدأ بقى اشتغل، هبدأ اشتغل ادوار ثبات من الدور الرابع ولحد الدور ال14. هشتغل الجزء ده كده كله حشو، مفيش ولا تزايد ولا تناقص ولا تناقص. تمام. المهم وانا شغالة في كل دور بعد الغرز واعدها كويس قوي. بصوا احنا شغالين، بصوا الغرز ماشيه ازاي. هتبقي وانت شغاله هتلاقي ايه الخط كده المايل ده، هتعرفي ان ده مكان الغرزه، وتدخلي هتلاقي خط المايل هتعرفي مكان الغرزه. معاكوا خلص وارجع لكم نعمل الرجلين اللي تحت. هنعمل الرجلين اللي تحت، هعمل عقده البدايه 2 سلسلة. 1 2، ومن أول سلسلة هدخل أعمل 6 حشو. 1 2 3، أربعة، خمسة، ستة. بعد كده من أول غرزة أعمل 2 تزايد،
حبيت خيط البداية معايا شوية عشان ما تفكش معايا الخيط. 3 حشو الغرزة الجاية، 12، 13، 14. الدور الثاني عبارة، الدور الثالث 1 حشو تزايد، هيكون عندي 18 غرزة في نهاية السطر. 1 2 3، 2 في حشو في نفس الغرزة، الغرزة الجاية يبقى 4، اللي بعدها تزايد 5 6، اللي جاية حشو. الدور الرابع عبارة عن 2 حشو تزايد، هيكون عندي في نهاية الدور 24 غرزة. انا عملت كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، عشان اعد كويس، 13 14 تزايد يبقى 15 16 17، الغرزة الجاية 18، الغرزة اللي بعدها 19 20، و2 في نفس الغرزة، تمام. 21 22، الغرزة الأخيرة تزايد 23. ثانية كده، حصلت غلطة، عملت 2 حشو في نفس الغرزة، هو المفروض حشو واحد. 21 22 23 24، تمام. كده هشتغل بقى الدور الخامس السادس السابع 3 أدوار ثبات وأرجع لكم تاني. الدور الثامن هيبقى عبارة عن 4 تناقص، طبعا بقى التناقص يعتمد على قوة النظر. الحلقة الأمامية للغرزة الجاية، ندخل كده، تلاقوا سهل والله. الغرزة اللي بعدها الغرزة الأمامية، الحلقة الأمامية أسحب خيط من الاتنين، وبعد كده يبقى عندي حلقتين على الإبرة أسحب من الاتنين. أدي أول تناقص، تاني تناقص، برضو الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية الغرزة اللي بعدها أسحب من حلقتين وأسحب من حلقتين، يبقى كده تاني تناقص. تالت تناقص، الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية للغرزة اللي بعدها أسحب من حلقتين وأسحب من اتنين، يبقى كده تالت تناقص. رابع تناقص، الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية للغرزة اللي بعدها أسحب من حلقتين وأسحب من حلقتين. بعد كده أشتغل 16 حشو، ادي 2 16، كده خلصت 16 حشو. الدور اللي بعده 2 تناقص، الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية الغرزة اللي بعدها وأسحب من حلقتين، بعد كده من حلقتين تاني، الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية الغرزة اللي بعدها أسحب من حلقتين، وبعد كده من حلقتين، وبعد كده أشتغل 16 برضو حشو، أخلص وأرجع، أو أخلص وبعد كده أشتغل الدور العاشر والحداشر والاتناشر 3 أدوار ثبات وأرجع لكم بإذن الله. آخر حاجة هعمل إيه عشان عملت الغرز كده، هشتغل 2 حشو، 1، وفي التاني تاني حشو ده هروح أحط علامة الغرز، أشتغل الحشو بس كده، اعمل منزلقه في الغرزه اللي جايه واقص وارتفع سلسله واقص الخيط، اقص خيط حته صغيره ان هشتغل الجسم معاها، مش محتاجه ان انا اخيط، تمام. وهسيب علامه الغرز في الغرزه دي كده عشان ابقى معلمه اخر غرزه اشتغلتها، تمام. نعمل رجل كمان زيها بس ما نقصش الخيط. هخلص، خلصت الرجل التانية وهعمل 1 2 3 4
5 6 انا عايزه بس اوسطن الرجل عشان اوسطن نعمل الجسم كده، 6 حشو وارتفع 6 سلاسل، 1 2 3 هعمل كمان واحدة حشو، 7 حشو. بعد كده ارتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هجيب الرجل التانية احطهم كده قصاد بعض، هشوف على الناحية التانية من الغرزة دي اهي، هروح داخلة وأعمل ده حشو، أول حشو من 18 حشو. المهم يعني هشتغل حشو على الرجل كلها لغاية ما أجي عند السلاسل وأرجع لكم تاني. خلصت 18 حشو على الرجل الأولى، هشتغل على الست سلاسل، 1 حشو على كل سلسلة. هذا 1 2 3 4 5 6 كده، 6 حشو على 6 سلاسل. هشتغل على الرجل التانية 18 حشو وارجع لكم. خلصت الرجل الاولى وبعد كده اعمل 6 حشو على 6 سلاسل، 1 نفس 6 سلاسل بس من الجهة التانية ليها، اعمل 6 حشو، 2 3 4 5 6. هبدأ الدور الجديد، هحط علامة الغرز وأبدأ أعمل تزايد أول غرزة، بعد كده حشو، الغرزة الجاية تزايد دي عشان تعمل بطنه، بعد كده حشو تزايد، حشو. يبقى كده احنا عملنا تزايد حشو 3 مرات. هنشتغل 30 غرزة حشو وارجع لكم. خلصت 30 حشو وهعمل، خلصت 30 حشو، خلصت 30 حشو وهعمل حشو، بعد كده تزايد، حشو تزايد. حشو تزايد، هيبقى عندي 6 حشو اعمل حشو فيهم، وبعد كده الدور الجاي هيبقى عندي دور حشو فقط، الدور الـ15 هيبقى 54 غرزة حشو في الدور، أخلص بإذن الله وأرجع لكم. 8 حشو تزايد، وهكرر كمان 5 مرات، هيكون عندي 60 غرزة في الدور، أخلص وأرجع لكم تاني بإذن الله. خلصت الدور 16 تمام. هعمل إيه عشان علامة الغرز كده؟ انا عايزه اوصل للنص بتاع الظهر،
فانا هشتغل عدد حشو كده معين، او يعني هنشوف كل واحدة عندها كام، بس ان شاء الله تطلع زينا. 1 2 3 8 9 10 25. اشتغلت 25 غرزة حشو، وفي الغرزة رقم 25 هحط علامة الغرز، دي هتبقى بداية الدور. بعد كده عندي هشتغل بقى أدوار ثبات من الدور 17 للدور 29، يعني 13 دور حشو فقط. تمام، اللي عايزة تحشي الرجلين قطن تمام مفيش مشكلة، طول ما انت شغالة عايز تحشي لغاية ما هنرجع بقى هنوصل الايدين مع بعض مع الجسم تمام، فا او الرجلين اللي فوق. اخلص باذن الله وارجع لكم. خلصت لغاية الدور 29 ادوار ثبات، هنبدأ الدور 30 باذن الله. الدور 30 عبارة عن 4 حشو، 1 2 3 4، بعد كده تناقص مخفي. تمام، الحلقة الأولانية المغرزة الجاية، الحلقة الأولانية المغرزة اللي بعدها، نسحب الخيط، نسحب من حلقتين كده، 4 حشو تناقص. بعد كده هنمشي 8 حشو تناقص، ونكرر 5 مرات. تمام، وبعد كده هيبقى عندي 4 غرز حشو في النهاية، أعملهم 4 حشو، وبعد كده الدور 31 خلاص وارجع لكم. الدور 31، الدور 31 هيكون عبارة عن 7 حشو تناقص. انا اشتغلت 7 حشو، هشتغل تناقص، وبنكرر 6 مرات. تكسبنيش بقى، تناقص. طبعا الدور 32، 3 حشو، بعد كده عملت 3 حشو، عملت تناقص مخفي، الحلقة الأمامية الغرزة الجاية، الحلقة الأمامية الغرزة اللي بعدها، أسحب من حلقتين، يبقى عندي حلقتين على الإبرة، أسحب منه. بعد كده أشتغل 6 حشو تناقص، وأكرر 5 مرات. 6 حشو تناقص، 6 حشو تناقص، اكررهم 5 مرات. بعد كده هيبقى عندي 3 غرز، 3 غرز في النهاية، اعمل 3 حشو، هخلص برضو وارجع لكم باذن الله. خلصت الدور اهوت، فاضل لي عندي 3 حشو في نهاية الدور. 1 2 3، في الدور الجديد هوصل الرجل اللي فوق او الايد، يعني هشتغل 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7، يا ربي هشتغل 9 حشو بين الايد والجسم. هدخل هنا في الايد، هنا في الجسم، ادي اول حشو في الايد، تاني حشو، ادخل في الغرزة المقابلة ليها للجسم، ادخل في الغرزة اللي في الايد مقابلة ليها في الجسم، كده 3، شوف شايفين ولا ايه، 4 5 6 7 8 9
بعد كده اشتغل 10 حشوة على الجسم. خلصت ال10 حشوة على الجسم، هعمل 9 حشو بين الايد التانية والجسم. ادخل في الايد، بعد كده في الجسم، بعد كده اول حشو، تاني حشو في الايد مقابلها في الجسم، هذا 2 هنا، يبقى 3. خلصت 9 حشو بين الايد والجسم. خلصت 9 حشو بين الايد والجسم، ماشي. اعمل بقى، فاضل لي 7 غرز على الجسم، اعملهم 7 حشو، 1 2، هخلصهم وارجع لكم. الدور 34، الدور 34 عبارة عن 7 حشو على الجسم، انا خلصتهم. بعد كده هروح على الايد، شايفين عشان نقفل الفتحة دي هنشتغل بقى على الغرز اللي بره. هنشتغل 9 حشو على الايد، دي اول غرزة احنا شغالينها مع الجسم. نروح للغرزة دي اهي، واحد 2 3 4 5. عرفتوا ازاي تشتغلوا؟ حوالين الايد. خلص وارجع. خلصت 9 حشو على الايد، هشتغل 10 حشو على الجسم. 3، هكمل 10 حشو على الجسم، بعد كده 9 حشو على الايد هنا، وبعد كده 7 حشو اللي باقيين على الجسم. والدور 35 و36 هيبقوا دورين حشو فقط، هيبقى عندنا 42 غرزة في كل دور. هخلص وارجع لكم بإذن الله. صباح الخير، ومع فجر يوم جديد نبدأ نكمل الدبة. يلا بينا نعمل الروس. آخر حاجة هنشتغلها في الجسم، هنشتغل 5 حشو تناقص. وبعد ما اخلص الدور اللي فيه 5 حشو تناقص، هشتغل دور عبارة عن 2 حشو تناقص، وبعد كده 4 حشو تناقص، اكرر 5 مرات، وبعد كده في اخر الدور هيكون عندي 2 حشو هعملهم، وبعد كده نبدأ بقى في الراس. اول دور في الراس هيبقى عبارة عن 30 تزايد. احنا عندنا 30 غرزة دلوقتي، فهنعمل 30 تزايد، هيبقى عندنا 60 غرزة في نهاية السطر. حط علامة الغرز، بدخل أول غرزة، أعمل أول حشو، تاني حشو في نفس الغرزة، الغرزة اللي بعدها أول حشو، تاني حشو في نفس الغرزة. هشتغل كل الدور نفس الطريقة لغاية ما يبقى عندي 60 غرزة، هرجع لكم. والدور اللي بعده، الدور 40، هيبقى عبارة عن حشو فقط، تمام. فهخلص الدورين دولت وارجع لكم بإذن الله. الدور 41 هيكون عبارة عن 9 حشو تزايد، وهكرر 6 مرات. طبعا عدد الغرز بقى كتير والدبة بقت تقيلة، ايه تصوير صعب شوية. هعمل 9 حشو وارجع لكم. خلصت 9 حشو، الغرزة الجاية تبقى تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة، 1 نفس الغرزة، 2. هشتغل كل الدور 2 حشو تزايد، في نهاية السطر هيبقى عندي 66 غرزة حشو. هخلص وارجع لكم بإذن الله. الدور 42 هيبقى عبارة عن 5 حشو، انا اشتغلت 5 حشو اهو، بعد كده اعمل تزايد، بعد كده اشتغل 10 حشو تزايد، واكرر 5 مرات. بعد كده يبقى معايا 5 غرز في النهاية، هعمل 5 حشو
تمام. وبكده هبقى خلصت الدور الـ42 وهيكون معايا 72 غرزة. هشتغل من الدور 43 للدور 57، يعني 15 دور حشو فقط، هيكون في كل دور عندي 72 غرزة، هشتغلهم وأرجع لكم بإذن الله. هنشتغل الأنف والخدود البطن والودان باللون الأبيض قبل ما نقفل الرأس. يلا بينا. باللون الأبيض والإبرة برضو رقم 4 هنشتغل الأنف بتاعته. هنشتغل كذا حاجة بالأبيض بس دلوقتي هنشتغل الأنف. نعمل عقدة البداية 2 سلسلة، نمشي من أول سلسلة هنشتغل 6 حشو ونحط علامة البداية عند أول غرزة. على 1 2 3 4 5 6. هنيجي في أول غرزة وهنعمل تزايد، أو يعني نشتغل كل الدور تزايد. هيكون عندي في نهاية الدور 12 غرزة، 1 2 في نفس الغرزة. هكمل الدور وارجع لكم تاني. الدور التالت هيكون عبارة عن 1 حشو تزايد وبكرر 6 مرات، 1 حشو الغرزة اللي بعدها تزايد، وبعد الغرز وانا شغالة عشان ما يضيعش مني غرزة. هيكون معايا في نهاية السطر 18 غرزة. هشتغل الدور الرابع والخامس 2 حشو فقط، وبعد كده هقص الخيط وارجع لكم تاني. خلصت الألف اهو وعملت في الآخر منزلقة وقصيت خيط طويل شوية عشان اعرف اخيط بيه. هنعمل بقى الخدود. ودي بتبقى قطعتين، عقدة البداية 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنحاول نجيب تاني سلسلة ندخل فيها. نشتغل أول حشو من 9 حشو، ده 1. السلسلة اللي بعدها خيط عظيم بصراحة، 2 3 هخلص 9 حشو وارجع لكم. 4 خلصت 9 حشو. عندي اخر سلسلة هدخل اعمل فيها 3 حشو في نفس الغرزة، 1 2 3 في نفس الغرزة. تمام، ادري بس اخد ده كده معايا حتة. بعد كده اشتغل على الجانب التاني 8 حشو، 1 على نفس ايه الغرزة اشتغلت عليها، 2 3 خلصت 8 حشو وارجع. خلصت 8 حشو في الغرزة اللي هي أول غرزة اشتغلنا فيها دي، هنشتغل اللي هي تبقى آخر غرزة من الجنب ده، يعني هشتغل فيها تزايد. يبقى أنا كده عندي 22 غرزة في السطر ده، 1 2 تمام. الدور الجديد احنا بنعمل الخدود دلوقتي، مش عارفة أنا قلتلكوا ولا ايه. المهم أحط علامة الغرز، أدخل في أول غرزة أعمل تزايد، هذا 1 2 حشو في نفس الغرزة. بعد كده اشتغل على الجانب 8 حشو، 1 2 3 4 خلصت 8 حشو. واشتغل 3 تزايد على الـ3 غرز الجايين اللي هما كنا اشتغلناهم 3 حشو في غرزة واحدة. هذا أول تزايد،
تاني تزايد، تالت تزايد، وبعد كده اشتغل على الجانب التاني 8 حشو وارجع لكم بإذن الله. بعد ما خلصت 8 حشو باقي عندي غرزتين هعمل تزايد فيهم، 1 2 نفس الغرزة، وآخر غرزة 2 حشو اللي هما يعني تزايد. كده أنا عندي 28 غرزة في نهاية السطر. غير علامة الغرز، أعمل تزايد في أول غرزة جاية، بعد كده اشتغل 10 حشو على الجانب، لا 9 حشو على الجانب الاولاني وارجع لكم. بعد كده اشتغل تزايد حشو 3 مرات، هذا تزايد حشو، تزايد حشو، تزايد حشو. تمام. بعد كده اشتغل 8 حشو على الجنب التاني، 3، بعد كده اشتغل تزايد 10، تزايد 10. تمام. أبدأ الدور الرابع، تزايد 10، بعد كده 10 حشو، خلص 10 حشو اجي. لما خلصت 10 حشو واشتغل تزايد، اتنين حشو، 1 2، واكرر كمان مرتين تزايد، 2 حشو، تزايد 2 حشو. بعد كده اشتغل 8 حشو وارجع. بعد كده اشتغل تزايد، بعد ما خلصت 8 حشو هعمل تزايد 2 حشو، 1 2، تزايد 2 حشو، 1 2. وبعد كده اشتغل الدور الخامس والسادس حشو فقط، يعني دورين ثبات. بعد كده اقص الخيط واعمل كمان قطعة زيها، اخلص وارجع لكم بإذن الله. احنا بيكون عندنا في نهاية الدور اللي هو الخامس والسادس بيكون عندنا 40 غرزة. تمام. بعد ما خلصت الخدود طبعا هعمل قطعتين زي ما اتفقنا، هنعمل بقى البطن. عقدة البداية 2 سلسلة، 1 2، بعد كده من اول سلسلة نشتغل 6 حشو، 1 2 3 4 5 6.
من أول سلسلة نشتغل 6 تزايد. ده 1 2 هشوف نفس الغرزة، أكمل كل دور تزايد وأرجع. الدور التاني التالت هيبقى عبارة عن 1 حشو تزايد وبكرر 6 مرات. 1 حشو تزايد، هكرر 6 مرات وارجع لكم تاني. كده انا عندي 18 غرزة في نهاية السطر التالت. السطر الرابع 1 حشو تزايد، بعد كده هعمل 2 حشو تزايد، وكرر 5 مرات 2 حشو تزايد. هكمل التكرار وارجع لكم في اخر غرزة يكون في 1 حشو. في نهاية الدور الرابع هيبقى عندي 1 غرزة كده فاضلة اعمل فيها حشو. الدور الخامس هيبقى عبارة عن 3 حشو تزايد وبكرر 6 مرات. 1 2 3 تزايد، هكرر كمان 5 مرات وارجع لكم باذن الله. هيكون عندي في نهايه الدور 30 غرزه حشو. الدور السادس هنبدا ب2 حشو 1 2 تزايد. احنا بنعمل ليه الحركه دي؟ 2 حشو تزايد وبعد كده نشتغل 4 حشو عشان ما يبقاش فيه زوايا طالعه كده في التزايدات، مطرح التزايدات بيبقى عامل زي ايه، زاويه كده في 6 جوانب يعني، تمام؟ بتطلع عامله كده اهو، استنى بس عشان ايه كده. لما بنعمل ايه تزايدات بنمشي 2 حشو تزايد 3 حشو تزايد 4 حشو تزايد كده، لكن لما بنوزعها بنقول مثلا 1 حشو تزايد 1 حشو تزايد 2 حشو تزايد 5 مرات 1 حشو وبعد كده 3 حشو تزايد 2 حشو تزايد 4 حشو تزايدات بنكرر 5 مرات 2 حشو، بيطلع الشكل دائري، تمام؟ برضو دي ايه حته مهمه يعني. كده انا اشتغلت ايه بقى، خلونا نشرح مسيد كده. 2 حشو تزايد اشتغل ب4 حشو تزايد وكرر 5 مرات 1 2 3 4 تزايد، تمام؟ هكرر كمان 4 مرات وارجع لكم. بعد كده في نهايه الدور هيبقى عندي 2 غرزتين فاضلين، اعمل 2 حشو 1 1 2. كده انا عندي 36 غرزة في نهاية السطر. دلوقتي هنشتغل الدور اللي بعده اللي هو الدور السابع، هيبقى عبارة عن 5 حشو تزايد وبكرر 6 مرات 1 2 3 4 5 تزايد، اكرر كمان 5 مرات وارجع لكم تاني. الدور الثامن هنشتغل اول حاجه 3 حشو 1 2 3 بعد كده تزايد، بعد كده هنشتغل 6 حشو تزايد ونكرر 5 مرات وبعد كده هنشتغل 3 حشو على اخر 3 غرز اخلص وارجع لكم تاني باذن الله. الدور التاسع هنشتغل 3 حشو 1 2 3 بعد كده 3 نص عمود 1 2 3 بعد كده 3 عمود 1
اتنين، تلاتة. بعد كده واحد عمود بلفتين، بعد كده تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، تلاتة نص عمود، واحد اتنين تلاتة. بعد كده تلاتة حشو على تلات غرز جايين، واحد اتنين تلاتة. غرزة جاية منزلقة ارتفع سلسلة ونسيب خيط طويل شوية، نقطع الخيط نرفع الخيط كده لفوق، دي كده البطن، ومن هنا عند الحتة دي كده نعلمها ان دي تبقى فوق، يعني المفروض البطن تبقى مفرودة شوية بس، او مفرودة يعني، بس انا حصل عندي لخبطة كده في النص، كان بتوه مني غرز، كنت ايه اجي في غرزة راح مزودها على غرزة ناقصة، فعشان كده عملت كده، مش مشكلة راح حاطة شوية قطن جوه تبقى البطن بارزة شوية. الديل باللون الرصاصي عامل عقدة البداية، ارتفع سلسلتين، اول سلسلة اشتغل ستة حشو، تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. الدور التاني ستة تزايد، يعني هيكون عندي في نهاية الدور 12 غرزة. واحد اتنين دلوقتي هشتغل الدور التالت والرابع حشو بس، في كل دور 12 غرزة انا اشتغلتهم، خلصت الدورين. الدور الخامس هنعمل ايه؟ اول حاجة في الدور الخامس هنشتغل غرزة تنقص الحلقة الأمامية، الغرزة الجاية الحلقة الأمامية، الغرزة اللي بعدها هسحب من حلقتين وهتبقى حلقتين على الإبرة، أسحب منهم الخيط يبقى ده كده تناقص، أشتغل تلاتة حشو على التلات غرز الجايين، واحد اتنين تلاتة. بعد كده الغرزتين الجايين هعمل فيهم تزايد، ادا واحد اتنين حشو في نفس الغرزة، الغرزة الجاية اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد كده اشتغل تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة، بعد كده اشتغل اخر غرزة اعمل فيها تنقص، اخر غرزة تنقص. الدور السادس السابع الثامن التاسع هنشتغل زي الخامس بالظبط، اخلص واقص الخيط واسيب خيط طويل عشان نخيطه في الجسم. دلوقتي عايزين نثبت الاجزاء قبل ما نقفل الراس عشان نخيط ونداري الخيوط. دي الاجزاء اللي احنا عملناها، هجيب البطن واثبتها هنا، ده الجزء اللي فيه او الغرزة بتاعت العمود بلفتين هخليها ناحية فوق، وناخد بالنا فين الوش من الظهر، احنا كنا حاطين علامة الغرز في الظهر، تمام. افردها كويس، خلي دي في النص كويس كده، تمام، عشان ايه ما تبقاش هنا في الجنب هنا او هنا، وابدا اخيط. طبعا يفضل معانا دبابيس وايه ونثبته
ادي الغرزة اللي في النص اهي، ظبطتها على نص الوش، والطرف ده احط دبوس، وهنا في النص احط دبوس، واجيب ابرة من الكبيرة دي ماشي، ولو في اكبر كمان اطول، فيه ابرة بتبقى اطول اللي بتستخدم في الستان، وفتحتها كبيرة عشان اعرف احط الخيط، اداري اي خيوط زيادة، وافرد الشغل كده وخيطه بطريقة التدكيك العادية. ادخل في غرزة من ابيض، احاول ادخل في كل غرزة عشان يبقى متثبت صح. تمام، ادخل في الغرزة اللي بعدها اهو، اطلع ادخل في الغرزة، باين ولا ايه الغرزة اللي احنا دخلنا هنا، ادخل في اللي بعدها في الجسم، وهكذا لغاية ما اثبت الجسم كله عشان ما اطولش عليكم. طبعا الخياطة مش محتاجة يعني تصوير. تمام، هخلص بقى وارجع لكم. ثبت البطن اهي، هنا نعمل بقى في الوش الملامح، الخدود الاول هي برضو عند نص الوش كده كده النص، الخد التاني عايزين نبقى قريبين من بعض كده، هي ايه هتبقى عند اول ادوار التزايد كده الثبات واحنا طالعين. والخدود هتتحشي شوية، نحط فيها شوية قطن. تمام، هتبقى كده، والأنف هتبقى في النص، بس خلينا نثبت دي، حاولوا تظبطوها كويس. تمام، وبعد ما تقفلوا جزء كبير منها كده انتوا ماشيين او تعملوا كده، وجزء هنا تحطوا الحشو، وبعد كده تكملوا. تمام، دي الخد ده والخد ده هيتقابلوا كده في كام غرزه، في النص 3 4 غرز كده يتخيطوا مع بعض. تمام، طبعا لان هو دوبه كبيره وانا حاطه الكاميرا على رجلي مش عارفه اعمل اخيطها قدامكم يعني. تمام، اخلصها وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، قبل ما تثبتوا ده الشكل اهو عشان تبقوا عارفين هتعملوا ازاي. بصوا هنا ده اول الروس يعني، تمام، هيبقى نازل من هنا كده، هنثبت هنا كام غرزه مع بعض، والجزء بتاع الانف ده يبقى محطوط بصوا على الشغل، وهيتنى لجوه حته كده، وهيتعمل هنا خيط اسود، والعيون هتبقى جنبه بالظبط. تمام، انا لسه ما خيطتش يعني، بصوا الخد جاي لغايه ورا يعني، حاول نفرده قدر الامكان يعني، تحطي الخد وتفرديه منازل جزء تحت، وايه مفروض كده عشان ياخد الكيرف بتاع الراس من ورا لقدام. يلا هكمل تثبيت وارجع لكم. اهو الشكل بعد ما ثبتناه، وحاشين هنا فايبر وحاشين هنا فايبر، هنحط بقية الخيط بتاع الراس جوه عشان تكبرها وتبينها. نجيب خيط اسود اطلع بيه من عند الفم من تحت كده، وامسكه من فوق عشان ما يدخلش كله، واعمل بس خط لغاية الانف او الفم من تحت والانف. تمام، وادخل كده، احاول اقربها من من الانف كده عشان تبقى متدارية فيها يعني، كأنها طالعة منها يعني. تمام، واحد وشغل في البتاع ده، حاسس ان هو زي منجد كده من كتر ما شاء الله الفايبر تمام، هنبدأ بقى نقفل الراس. طبعا واقف القطن كتير جدا برضه عشان تبقوا واخدين بالكم. هربط الخيط جوه كده في بعضه عشان بيفك بعد فترة، يربطوه كويس يعني، خصوصا لما يبقى في ايد اطفال بيقعدوا اضعف حاجه في اللعبه هم بيقعدوا يشدوا فيها. تمام، هظبط الكاميرا وارجع لكم. بسم الله، يعني انا هشتغل وانتوا حاولوا بقى يا رب الدنيا تبقى ظابطه وباينه. الدور 58، اول حاجه نعمل 5 حشو على اول 5 غرز، ده 1 2 3 4 5. بعد كده الغرزتين الجايين هعمل فيهم تنقص، يعني واحد تنقص الغرزة الجاية والغرزة اللي بعدها مع بعض، الحلقة الأمامية للغرزة الجاية، الحلقة الأمامية للغرزة اللي بعدها، تنقص اسحب الخيط واسحب من حلقتين، وبعد كده هشتغل 10 حشو تنقص واكرر 5 مرات، وفي نهاية السطر هيبقى معايا 5 غرز هعمل فيهم 5 حشو،
اخلص الدور وارجع لكم باذن الله. الدور ال 59 هيبقى عبارة عن 9 حشو تناقص، واكرر 6 مرات. الادوار الجاية هتبقى سهلة، هكتبها لكم. انا بعمل 9 حشو تناقص 6 مرات. بقيت الراس احنا قلنا دور 59 9 حشو تناقص وهنكرر 6 مرات، هيكون عندي 60 غرزة في نهاية السطر. بعد كده دور 60 هيكون دور حشو فقط، هيكون عندي 60 غرزة في نهاية السطر. الدور 61 4 حشو تناقص، وبعد كده نشتغل 8 حشو تناقص نكرر 5 مرات، وبعد كده 4 حشو عندي 54 غرزة في نهاية السطر. الدور ال 62 7 حشو تناقص نكرر 6 مرات، هيكون عندي 48 غرزة. دور 63 3 حشو تناقص، وبعد كده 6 حشو تناقص ونكررها 5 مرات، وبعد كده 3 حشو في نهاية الدور، هيكون عندي 42 غرزة. الدور 64 5 حشو تناقص نكرر 6 مرات، هيكون عندي 36 غرزة في نهاية السطر. 65 2 حشو تناقص، وبعد كده 4 حشو تناقص 5 مرات، بعد كده 2 حشو، هيكون عندي 30 غرزة في نهاية السطر. 66 3 حشو تناقص نكرر 6 مرات. 67 حشو تناقص، بعد كده 2 حشو تناقص ونكرر 5 مرات، وبعد كده 1 حشو في نهاية السطر، هيكون عندي 18 غرزة. الدور 68 حشو تناقص 6 مرات، يكون عندي 12 غرزة. 69 6 تناقص، وبكده الراس تبقى خلصت. طبعا ما ننساش ايه في ادوار فوق كده، نفضل نحشي نحشي قطن لغاية لما نقفل الدايرة ونكون حشيناها ايه قطن كويس، تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا، فاضل بس تركيب الديل زي ما قلت لكم. فاضل لنا الودان، هنعمل 4 قطع، الاثنين بالابيض. هنشتغل من احنا عندنا ايه في الودان 5 ادوار، اللون الابيض هنشتغل فيه 4 ادوار، الدور اللون الرصاصي هنشتغل الدور الخامس ده لوحده، فالاربع قطع زي بعض بالظبط ومختلفين في الدور الخامس. هعمل عقدة البداية، 2 سلسلة، 1 2، ومن تاني سلسلة اعمل 2 حشو، ارتفع سلسلة، الف الشغل، هعمل تزايد في اول غرزه وحشو في الغرزه اللي جه بعدها، واحد حشو كده، انا عندي 3 غرز. ارتفع سلسله، الف الشغل، هعمل 3 تزايدات، واحد اتنين في اول غرزه، 3 4 في تاني غرزه، 5 6 في تالت غرزه. هرتفع سلسله والف الشغل، تزايد في اول غرزه، حشو على الغرزة الجاية، تزايد على الغرزة الجاية، تزايد على الغرزة اللي بعدها، حشو على الغرزة الجاية، وتزايد على آخر غرزة. ارتفع سلسلة، هشتغل تزايد، 3 حشو، 1 2 2 3 تزايد على الغرزتين الجايين، ده 1 2 في نفس الغرزة، الغرزة الجاية كمان 2 حشو في نفس الغرزة، بعد كده حشو 3 حشو على 3 غرز الجايين، بعد كده تزايد على آخر غرزة. لحد كده يبقى ايه القطعة البيضة. القطعة البيضة هتبقى نفس لغاية كده ونقص الخيط. طيب الرصاصي بقى نروح عاملين ايه، نرتفع سلسله، نحط القطعه البيضاء على الرصاصي كده، ونشتغل تزايد في اول غرزه، بدخل في اول غرزه هنا واول غرزه في الابيض، اسحب الخيط واشتغل، بعد كده ادخل تاني هنا في نفس الغرزه المقابله كده تزايد، بعد كده اشتغل 5 حشو على 5 غرز جايين، برضو ادخل في الغرزه الاولانيه هنا او الغرزه الاولانيه المقابله، اسحب الخيط واشتغل الحشو، هعمل كمان 4 حشو بين 2 وارجع. بعد كده اشتغل الغرزتين الجايين تزايد،
على أول غرزة مقابلة لها. بعد كده عملت زيت في الغرزتين الجايين، بعد كده 5 حشوة على الخمس غرز اللي جاية، آخر غرزة أعمل فيها تزايد. بعد كده أشتغل على الجنب كده بين كل غرزة المقابلة ليها حشو لغاية ما هياخد شكل الودن، هتبقى عندك كده أهو. هخلص ونرجع نثبتها في الرأس. هاجي عند الرأس كده أحط إيه، هذه كده آخر حتة إحنا قفلنا بيها. هنثبت الودان زي ما انتوا شايفين انا ثبتها ازاي هنا بالخياطة العادية، وبالتوفيق بإذن الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.